تحية طيبة لكم أعزائنا متابعي قناة حياتنا واللايف، نرحب بكم على قناتنا على اليوتيوب وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد ندعوكم للاشتراك في القناة دوما وتفعيل الجرس لكي يصلكم أي شيء جديد نقوم بنشره على القناة الرسمية على اليوتيوب. نذكركم بأنه لدينا شروحات حصرية لمادة لوك وكلوز أب، للي حاب يحضر هذه الفيديوهات عليه إرسال لنا إيميله على الجيميل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشان يتم تفعيل هذه الفيديوهات الحصرية لكم. نبدأ مع بعض في اليوم، بس رح نعمل عملية حلول لمراجعة الوحدة الثامنة لطلاب الصف السابع مادة الدراسات الاجتماعية، وبالتالي يعني عملية زي كأنها عملية مراجعة سريعة لكل ما درسناه في هذه الوحدة. جدا كانت الوحدة دسمة بمعلوماتها، بالناحية السياسية تحدثنا أكثر فيها عن النظام الأردني وعن المصطلحات كثير حلوة وجميلة زي النزاهة والشفافية، سيادة القانون، وفهمنا المقصود بهذه المصطلحات. فلنبتدأ إذن في السؤال الأول اليوم، بيحكي لنا بيّن بنود الدستور الأردني الأول وهو القانون الأساسي. يعني الدستور الأردني احنا حكينا كان يتم يعني عملية تحديثه تمت عبر مراحل زمنية سابع. هلأ كان عندنا مجموعة من المراحل، أربع مراحل أساسية. هلأ هون عم بسألك عن أول مرحلة اللي هي مرحلة القانون الأساسي سنة 1927 أو 28، هو 28 بعد قدوم المغفور للملك عبد الله الأول. إذا السؤال الأول بدنا نحله. طيب إذا نشوف شو هي هاي البنود، ونبلش بأول بند. زي ما حكينا انه لازم تكون السلطتين التشريعيه والتنفيذيه مخولتان للامير عبد الله بن الحسين. كانت دائما السلطه التشريعيه والتنفيذيه بيد الامير، يعني كانت كل الامور بيده، تمام. بعدين المجلس التنفيذي بالنسبه للسلطه التنفيذيه هاي كانت مكونه من رئيس الوزراء، من الوزراء، بس حتى الوزراء يعني خمسه اعضاء يعينهم الامير عبد الله، مش شرط انه تكون وزير، يعني اذا رئيس وزراء ومجموع وخمسه من المعينين من قبل الأمير في ذلك الوقت. رقم 3 نتحدث عن المجلس التشريعي. هذا المجلس كان ينتخب أعضاءه وفقا لقانون الانتخاب لمدة 3 سنوات. طبعا الرئيس هو رئيس الوزراء والوزراء يكونوا أعضاء فيه، يعني كله مجلس، يعني زي كأنه مجلس وزراء. المجلس التشريعي هو كان مجلس الوزراء. شو هو مجلس الوزراء؟ كل الوزراء الموجودين مع رئيس الوزراء كلاتهم هدول كانوا يعتبروا التشريعية، هدول هن السلطة التشريعية كانوا في وقت المرحلة الأولى دستور سنة 1928. بالنسبة للقضاء، ماذا عن القضاء؟ برضو كانت القضاء يعين ويعزل بإرادة أميرية، بس ممكن نحكي أنه هاي السلطة تختلف عن المجلس التشريعي والتنفيذي أنها تعتبر مستقلة مصونة من أي تدخل، تمام؟ نيجي للسؤال الثاني. اذكر أهم المؤسسات الوطنية التي تعزز سيادة القانون. شو هي المؤسسات الوطنية يلي بتعزز مبدأ سيادة القانون اللي تعرفنا عنه في الدرس الثاني، وحكينا شو هو هذا المبدأ ونقديه مهم، بيعمل عدالة ومساواة، بيعمل مجتمع متماسك. أهم المؤسسات الوطنية اللي بتشتغل على هذا المبدأ المهم، طبعا كان عندي 4، وإحنا أضفنا عندهم حتى عليهم أضفنا النقطة الأخيرة اللي كانت موجودة في نهاية الدرس، تذكروها. يعني عندي السلطات الثلاثة المعروفة في الأردن، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. عندنا كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت قنوات أو كانت صحف محلية أو كانت البودكاست، كل شيء. هاي الأشياء الجديدة اللي صارت، الراديوهات، كل محطات البث الإذاعة والتلفزيون وأي شيء إعلامي يعتبر يساهم في عملية مبدأ سيادة القانون. رقم 3 نضيف إلى ذلك الهيئات الرقابية، مجمع النقابات المهنية، لأي مثلا للدكاترة لهم نقابة، للمهندسين لهم نقابة. فهي كلها مؤسسات وطنية فعليا بتشجعك، بتحس إنه في مبدأ سيادة قانون موجود في الأردن. ماذا عن التعديلات التي تضمنها الدستور سنة 52؟ حكينا عن هذا الدستور الذي وضعه المغفور له الملك طلال بن الحسين. هاي التعديلات لبعدين، يعني احنا لا نتحدث عن الدستور نفسه اللي حطه الملك طلال، نتحدث عن التعديلات التي صارت. التعديلات كانت موجودة من خلال انه الاخذ بمبدأ سيادة الامة باعتبار ان الامة هي مصدر للسلطات. صار في عندنا التعديلات اللي بعدين، يعني بعد 52، المرحلة الاخيرة هاي اللي هي لحد 2022،
صار في عنا إذن تركيز على مبدأ سيادة الأمة، صار في تركيز على إنه في عنا فصل ما بين السلطات، بس مش زي الفترات السابقة إنه فصل تام، لا، في عنا فصل مرن. فصل مرن، لما نقول لك فصل مرن معناها شو؟ معناها تعاون ما بين الثلاث سلطات. ما في عندي كل واحدة خلاص ما فيش بتشتغل لحالها وعكيفها بدون أي تدخل بدون أي تعاون مع سلطات ثانية، لا، كلها بتشتغل الثلاث سلطات بيد واحدة، في وجود تعاون بيناتها، عشان هيك نسميه فصل بس مش تام إنما مرن. آخر إشي بالنسبة للتعديلات اللي صارت على آخر دستور واللي حديثة جدا هاي التعديلات، إنه تم إعطاء السلطة التشريعية اللي هو مجلس الأمة، أعطوه حق إنه يراقب الوزارات أعمالها ويعمل عملية مساءلة لهذه الوزارات، وحق منح الثقة لمجلس الوزراء، احنا كمان بيمنحوا الثقة لمجلس الوزراء. طيب نكمل مع بعض، بقولنا هون عن المصطلحات، المطلوب منا نعرف سلطة، مجلس الأمة، سيادة القانون، وثقافة احترام القانون. خلينا نبلش مع بعض يا أسابع ونعرف واحدة ورا الثانية. نبلش بالأولى، أول كلمة هي تعريف السلطة. شو بدي أعرف السلطة؟ زي ما هو موجود عندنا بالكتاب، هي عبارة عن القوة المقننة التي أو المقننة التي يمارسها الفرد أو الهيئة، سواء كانت معينة أو منتخبة، كيف؟ وفق القانون. بس أنا هلا حد هون بكفينا. فالسلطة تعريفها قوة مقننة بمسكها فرد أو هيئة أو مؤسسة معينة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعديه. هاي هون إذا بدك تحكي لي شو يعني إنه الأمة مصدر السلطات، إذا قلت لك يعني عرف لي إياها، هو لحد هون انتهى التعريف. إذا قلت لك عرف لي شو يعني الأمة مصدر السلطات، بتقول لي إنه قصتهم هون إن الشعب هو مصدر السلطات، يعني هم اللي بيحكموا، هن اللي بيحطوا القوانين، هن اللي بينتقدوها، هن اللي بيعدوا عليها، هن اللي بينفذوها أيضا، وهن يخالفون من يقوم بعدم التنفيذ وعدم الالتزام بهذه المعايير الموجودة. هذا المبدأ يؤكد على سيادة الشعب على مشاركته في الحكم. طيب مش هون نقطتنا، احنا نقطتنا السلطة لحديت هون بكفي تعريف. طيب ماذا عن مجلس الأمة؟ إذا بدك تعرف لي يا سابع مجلس الأمة زي ما هو موجود هون عندك بها الكتاب، هون كان موجود التعريف، بتقول لي مجلس الأمة هو مجموع مجلسين، النواب والأعيان. النواب من اسمهم نواب، يعني يتم انتخابهم من قبل الشعب نفسهم، والأعيان برضو من اسمهم أعيان، يعني يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك. طيب إذا قلت لك عرف لي سيادة القانون، شو بتعرف لي إياها يا سابع؟ بتقول لي زي ما هو مكتوب الكتاب إنه سيادة القانون هي خضوع الأفراد أو مؤسسات أو سلطات لحكم القانون. سيادة القانون هي الضمان الأساسي إنه بتحمي حقوقي، بتحمي حريتي، بتعطيني مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع. إذا بدك تكمل هذا الكلام كمله، أنا لهون بكفينا كتعريف. طيب نيجي للتعريف اللي بعديه وهو ثقافة احترام القانون. شو بدنا نعرف هاي الثقافة؟ التعريف برضو زي ما هو موجود بالكتاب بيحكي، هي المعرفة والوعي بالقانون والالتزام بالقانون، وانت ما تخالف القانون، هذا هو ثقافة احترام القانون. ونشر هذه الثقافة واجب مسؤولية كبيرة جدا، بتعملها الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية. نأتي لآخر سؤال عندنا وجدا مهم هذا السؤال، اللي هي انت تفكر، تحلل، تناقش، تفكر، تحاول تنقد انت بتفكيرك من خلال تحليلك للمعلومات. يعني بقول لك هلا فسر لي ليه صار في كتير تعديلات على الدستور، آخر دستور اللي وضعه جلالة المغفور للملك طلال، ليه صار في تعديلات عليه؟ وذلك طبعا حسب ما هو مذكور في الكتاب، تم إعداد هذا الدستور تبع الخمسين، أنه تم إعداد دستور جديد للبلاد عشان وحدة الضفتين اللي صاروا. بس لا، مش هون الجواب. الجواب لأنه عملوا تعديلات على دستور الأردن سنة 52، وذلك من أجل، إذا هون هو الجواب الصحيح يا سابع، هذاك كان إجابة لأنه ليه حطينا دستور 52، هذيك عشان وحدة الضفتين. لكن ليه صار في تعديلات؟ عشان التطورات اللي عم بتصير، بده يستجيب لهذه التطورات السياسية سواء جوا الأردن محليا، إقليميا، دوليا، فبالتالي عشان يستجيب لهذه التغييرات. طيب ليه يتصف القانون بالعمومية والتجرد؟ شو يعني عمومية والتجرد؟ هلا هون زي ما هو مكتوب الكتاب، يتصف القانون بالعمومية إنه عام وإنه مجرد، يعني إنه بسود وينطبق على كل الأفراد، عشان هيك هو عام على كل المؤسسات، على كل الجهات الموجودة، يعني هو أيضا
عام، إنه يعني معلن ومتاح للكل، كل الناس تقدر تشوف القانون، قانون السير تتفرج عليه، قانون الملكية تتفرج عليه، قانون مستأجرين عادي بيقدر يفتحوا الويب سايت أو يروحوا مثلا على الجهة وبيعطوهم نص من القانون، ما في مشكلة. تمام؟ فعشان هيك نحن بنسميه عام ومجرد. عام ومجرد إنه على لكل الناس يطبق ومتاح لكل الناس، اللي بده يتفرج عليه، اللي بده يقرأ بنوده، ما في مشكلة. جيم، تعد التربية السليمة والأخلاق الحميدة من أهم العوامل التي تدفع الأفراد لاحترام القانون. شو رأيكم في هذا الكلام؟ التربية السليمة والأخلاق الحميدة، يعني قصدهم الأسرة. الأسرة هي اللي بتعطي يعني فهم كامل لكل هذه العوامل الموجودة، واللي بتخليك أنت تفهم مظبوط القانون وتلتزم فيه. طبعا هذا الحكي موجود بالكتاب، لما حكوا تعد التربية السليمة والأخلاق الحميدة من أهم العوامل اللي بتخلي الأفراد يحترموا القانون، لأن الفرد السوي يحترم القانون من منطلق أخلاقي، لأنه هيك أخلاقه، هيك تربى، مش عشانه خايف من العقاب. تمام؟ اللي بعدها، عمل الأردن بالسنوات الأخيرة على استحداث مؤسسات وطنية جديدة. ليه عمل الأردن مؤسسات وطنية جديدة في السنوات الحديثة؟ يعني الجواب موجود كما هو موجود بالكتاب، عشان هيك حبيت أفرجيكم إياه عشان تعرفوا وين بتلاقوه. فبالتالي لماذا؟ بتقول لي عمل الأردن هاي المؤسسات عشان مبدأ سيادة القانون ينتشر أكثر، يتم تطبيق العدالة على الجميع، زي مثلا ما عملوا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. هاي الهيئات كلها، زي الهيئة المستقلة للانتخاب، هاي كلها يعني تحارب الفساد. فبالتالي لأنه دولتنا الأردنية تؤمن إنها بتتكافح الفساد وبدها إنها تعزز مبدأ سيادة القانون، عشان هيك عملت مثل هاي المؤسسات الوطنية الحديثة. آخر إشي بدنا نحكيه، إلى أي حد تسهم كل من النزاهة والشفافية في جلب الاستثمارات للأردن؟ طبعا النزاهة والشفافية transparency and integrity بتعمل لنا استثمارات. كيف بتعمل لنا استثمارات؟ طبعا أنت لما تكون صريح وتعطيني معلومات نظيفة وصح 100%، ما فيهاش مبالغة، أنا كمستثمر بحب أجي وبنبسط إنه مثلا في عندكم أمان، في عندكم سلام، فبحب إني أجي أستثمر في هذه البلد اللي فيها الأمان. أما إنه يكون في خلايا إرهابية وأنا ما عندي خبر فيها أو ما أبلغ فيها، هذا الإشي بشكل خطر على مؤسستي، فبالتالي بحجم عن المشاركة، ببطل بدي أشارك أو إني أعمل لي أي مشروع إنتاجي. فشو جواب السؤال؟ بتقول لي تطبيق النزاهة والشفافية يعمل على تطوير العمل والإنتاج ونهوض اقتصاد المجتمع وازدهاره، ويتم تقديم الأجواء المناسبة للاستثمار وتعزيز حضوره ونموه. ليه؟ لأن المستثمر يبحث بطبيعته بده أجواء مشجعة، بده يكون نزاهة وشفافية عالي، فبالتالي أنا كمستثمر أصبح أكثر قدرة على العمل والحركة والإنتاج عشان خدمة أغراض التنمية بمختلف أبعادها ومكوناتها. زي ما انتم شايفين يا سابع، نحن هيك انهينا جميع الأسئلة. المطلوب منك كعمل جماعي اعمل مدونة إلكترونية، تعمل موضوع يعني إلكتروني عن مراحل تطور السلطات بالأردن، كيف تطورت السلطات يعني تدريجيا تاريخيا، كيف كانت وكيف صارت، يعني السلطة التنفيذية كيف كانت بعهد الأمير عبد الله المؤسس الأول سنة 28، وكيف صارت مع تحديث هذه البنود لحد ما وصلنا ل 52 ولحد ما وصلنا للآن، نحن يعني إلى ما هو عليه الآن. آخر شغلة برضو، فيك تصمم مسودة تعليمات لقواعد السلوك المدرسي، ممنوع مثلا الأظافر الطويلة، ممنوع الشعر المنسدل، ممنوع مثلا عدم ارتداء الملابس زي الرسمي في المدرسة مثلا، ممنوع أكيد ممنوع التدخين، ممنوع السوالف هذه كلياتها اللي تعتبر مخالفة لقوانين المدرسة. في كله تكتبه على مدونة وتلزقها، تعرضها أمام الطلاب، تتناقشوا فيها كطلاب، وحتى ممكن تعمل مجلة حائط، تحط عبارات صور تشير لأهمية احترام القانون عندك في المدرسة، تحكي عن دور الإنسان أيضا الملتزم بالقانون في أمن المجتمع واستقراره، ونعرضها أيضا في مكان مناسب في المدرسة. خلصنا بهيك وحدتنا الثامنة، نراكم في وحدة جديدة وحلوة رح تكون، عنوانها نحيا معا. بنحكي عن المجتمعات الإنسانية، كيف بتعيش بتغير مستمر، كيف ترتقي بالتسامح ونبذ العنف وتتطور بالمساواة. أوكي، وأكيد رح نبلش بأول درس وهو التسامح ونبذ التعصب. كثير حلو الدرس، نراكم إذن في فيديو قادم. إلى اللقاء.